السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير ومعكم أماني سالم. إيه رأيكم في الفطار بتاعنا النهاردة؟ خطير جدا جدا، يلا مع بعض نشوف عملناها إزاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعيني وحبايبي. أنا النهاردة هنعمل ميني باتيه بطريقة مبسطة جدا. عندنا نص كوباية زيت شايفة، وعندنا كوباية مية، مقادير بسيطه جدا جدا، ومعايا علبه زبادي العادي بتاعنا، وبيضايه واحده، وخميره فوريه، والبيكنج باودر، وفانيليا. دي المقادير بتاعتنا، سهله جدا جدا جدا. يلا بقى نبتدي مع بعض ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه بسم الله، احنا حضرنا البوله بتاعتنا ونكسر فيها البيضايه، واحط على البيض طبعا فانيليا عشان يكسر اي نوع من انواع الزفاره، وهنحط علبه الزبادي كلها شايفه. هقلب بقى البيضه والزبادي مع بعض، بتديها زي شكل الكريم بالظبط بالظبط، شايفه شكلها. هبتدي بقى انزل معايا نص كوبايه الزيت وكوبايه الميه شايفه، ونقلب المقادير كلها على بعض عشان تتجانس، واحط كوبايه الميه بتاعتي، وهنزل بقى معلقه خميره فوريه، معلقه الشاي، ونص معلقه بيكنج باودر، بتخلي العجينه خرافه. خلاص هقلب بقى كل المقادير كده مع بعض، ويلا بينا مع بعض نحضر الدقيق بتاعنا. هنحط اول حاجه كوبايه الدقيق، وهنقلب المقدار كله عشان يتجانس مع بعض، واحط الكوبايه الثانيه، هي بتحتاج 4 كوبايات دقيق، ولو لقيتيها محتاجه حطي نص كوبايه ثانيه. خلاص هقلب كل المقادير شايفه كده، وبعد كده هبتدي استعمل ايديا علشان نلم العجينه كلها. شايفه محتاجه نص الكوبايه الاخيره، يعني انا حطيت 4 كوبايات ونص. هقلب كل المقادير وهشتغل بقى بايديا، شايفه العجينه معايا كده، هلمها كلها، شايفه شكلها حلو جدا، ومعايا ازاي سهله جدا جدا. هبتدي بقى اغطيها ربع ساعه، ويلا بينا مع بعض نشوف هنعمل ايه. احنا بقى دلوقتي بنحضر الحشو بتاعنا للعجينه. حضرنا السوداني والزبيب وقرفه وسكر، وطبعا العجينه بتاعتنا سايبينها ربع ساعه بس ترتاح، ما تش اكتر من كده، ومحضرين الطبليه بتاعتنا الصغيره. شايفه بقى العجينه ارتاحت معايا، شايفه شكلها ما شاء الله رائعه. شايفه هبتدي اكورها بقى، واخد اكور صغيره زي ما انت شايفه كده، شايفه مطاطه معايا ازاي، عجينه حلوه جدا جدا. هفردها بقى بالنشابه شايفه، ومعايا معلقتين زبده وعليها معلقه زيت، بس ده السمك يكون نفس السمك ده بالظبط، شايفه مش تخينه خالص، تبقى رفيعه كده. محضره معايا معلقتين زبده ومعلقه زيت بسيطه. هبتدي بقى ادهن العجينه بتاعتي خفيف خالص، يعني ما تقليش، خلاص حاجات كده خفيفه خالص. وهبتدي احط الحشو بتاعي على العجينه بتاعتي، وانا فرده واحده، قبل ما انا افرد دي كنت فرده واحده على ورقه زبده علشان هبتدي احطها عليها، فانت هتشوفي دلوقتي انا هعمل ايه. خلاص حطيت الحشو بتاعي، وهنحط بقى الزبيب بتاعنا شايفه بالشكل ده. وطبعا زي ما احنا اتفقنا، العجينه الثانيه اللي احنا فردناها على ورقه الزبده هنحطها على اول عجينه اللي احنا عملناها شايفه. هنفردها بقى بالشكل ده، وتخلي بالك عشان ما تقطعش معاكي، وخلي بالك الاطراف كلها تبقى متساويه مع الطرف العجينه الاولانيه علشان تبقى نفس السمك ونفس الحجم. هبتدي بقى طبعا بالزبده والزيت زي ما احنا اتفقنا، مسحه كده خفيفه خالص، ونحط باقي الحشو بتاعي على العجينه الثانيه، السكر والسوداني شايفه، والبنات الحلوه تساعد مامتهم في المطبخ عشان يبقوا بنات شطار، وشايفه القرفه بتاعتنا بقى، بحط كل المكونات بتاعتي، بس المره دي في العجينه اللي فوق هحط شوكليت شيبس، بتخليها طعمها خرافه شايفه، بسيط كده ما تكتريش. وهبتدي اخد العجينه بتاعتي اعملها رول، بس زي ما اتفقنا طبقتين بس، ما تكتريش اكتر من طبقتين عشان تبقى خفيفه وهشه جدا معاكي. ادينا بنعملها رول اهو، بنقفلها اهو شايفه ازاي. هبتدي بقى بعد ما اخلص الرول بتاعي اقطعه بالشكل اللي انت حباه، بس السمك ده حلو جدا شايفه شكله جميل. وهجيب بيضايه وهدهن الوش بالبيض، وندخله على الفرن على درجه حراره 180، ويلا بعد ما تطلع شوف شكلها عامل ازاي. وده شكل الميني باتيه بتاعنا، رائع جدا، والطعم مقولكيش على الجميل، والشكل يفتح النفس طبعا، ان العين بتاكل الاول، رائعه جدا جدا. وشايفه لونها بعد ما خلصنا التسويه، فتحنا الشوايه عشان تاخد اللون الجميل، شايفه شكلها حلو ازاي، والرول بتاعي شايفه طبقات طبقات، بسم الله ما شاء الله رائعه، شايفه هشه جدا جدا، والقرفه عامله شغل رهيب.
والزبيب والكيك بالشوكولات شيبس، رائعة جدا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ولو الوصفة ان شاء الله عجبتكم اشتركوا في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد والدعوات من القلب للقلب. وكان معاكم اماني سالم، وان شاء الله بألف هنا وعافية.